مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درجات حرارة الدنيا خلال ليلة اليوم ستكون دون صفر على أغلب المناطق الداخلية. إذن جليد سيتشكل خلال ليلة اليوم على المناطق الداخلية والضباب، حتى على سواحل الضباب سيخص السواحل الوسطى والغربية. تتبعه خلال يوم الغد بحول الله أجواء مشمسة بالمناطق الوسطى والغربية، صفاء أيضا على كافة مناطق الجنوب الغربي ووسط الصحراء، كذلك بشمال الصحراء، عدا بعض السحب العابرة على المناطق الشرقية والجنوب الشرقي. تطاير الرمال سيميز أيضا محليا مناطق وسط الصحراء. 3 درجات خلال ليلة اليوم تحت الصفر ستسجل بكل من باتنا، الجلفة والبيض، 2 درجات تحت الصفر بتيارة وقسنطين، أيضا الجليد سيتشكل على كل هذه المناطق، 4 درجات بسواحل، 0 بغردايا وإليزي، أجواء باردة أيضا المناطق الجنوبية، 2 بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، و10 درجات كعلى مقياس بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى باردة بكل المناطق الشمالية وحتى بالجنوب الشرقي. إذا 9 درجات ستسجل بباتنا خنشلة، 8 بتبسة، 10 درجات بالجلفة والبيض، ما بين 16 إلى 17 بسواحل، 15 درجة بشمال الصحراء، 17 بوسط الصحراء، لن تتعدى 13 بإليزي، وتصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى جميل على كافة السواحل، الرياح ضعيفة تماما بسواحل الوسطى والغربية، وتكون ضعيفة مع تيارات شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. وقت شروق الشمس لأول يوم من عام 2020 سيكون بإذن الله في حدود الساعة 8 بالضبط. أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم الصحة والعافية. إلى اللقاء.